لعبة أوكراني تحتوي على نهايات مختلفة ليس لها تفسير، وتخفي الكثير من الأسرار والنظريات الغامضة التي لم نعرف معناها الحقيقي، والتي من الممكن أن تشرح لنا الكثير عن قصة هذه العائلة المجنونة. في هذا الفيديو سأشرح جميع النهايات لجميع الأجزاء في لعبة أوكراني، الجزء الأول والثاني والثالث. لكن قبل أن أبدأ، حياكم الله في قناتي التي يقوم فيها بشرح قصص الألعاب والتكلم عن النظريات والأسرار في عالم ألعاب الرعب. إذا لم تكن مشتركا انزل الآن واشترك، وإذا كنت مشتركا لا تنسى اللايك حتى تساعدني في الوصول إلى 5000 لايك. وبدون أن أطيل عليكم، اربطوا الأحزمة وهيا نبدأ. في الجزء الأول من أوكراني يوجد أربع نهايات مختلفة حسب الطريقة التي تهرب بها من البيت. أول نهايتين تكون فيها أوكراني تقف على الباب متفاجئة منك بعد أن تخرج من المكان. أما النهاية الثالثة تستطيع فيها رؤية أوكراني تقف خلفك بعد أن تقوم بتصليح السيارة واستخدامها للنجاة والهرب من البيت المرعب. لكن جميع هذه النهايات الثلاثة لا تخبرنا شيئا مهما عن اللعبة أو حتى عن قصة أوكراني من الأساس. لكن هناك نهاية رابعة مهمة جدا تخبرنا الكثير عن هذه الجدة وقصتها الحزينة وسبب تصرفاتها الغريبة. وفي هذه النهاية تستطيع رؤية أوكراني جالسة على عتبة الباب تمسك بدب صغير بينما يظهر شبح سلندرينا خلفها. لا نعرف إذا ما كانت سلندرينا تساعد أوكراني في جرائمها داخل البيت، أو حتى إذا كانت أوكراني تعرف بوجود شبحها من الأساس. لكن ما نعرفه بالتأكيد هو أن شبح سلندرينا متصل بشكل غريب مع هذا الدب الدمية وتهتم به كثيرا، حيث تلاحظ أنها موجودة في أي مكان يكون فيه هذا الدب. لكن النظرية تقول أن أوكراني كانت جدة لطيفة تهتم كثيرا بسلندرينا التي هي الأخرى لديها أجزاء خاصة بها تتحدث عن قصتها وعائلتها وما الذي حدث معها في الماضي. نعلم أن سلندرينا ووالديها ماتوا في عام 1892، وتقول الورقة أيضا أن الأم وضعت السم في طعام العائلة مما أدى إلى تلك الكارثة. لكن في النهاية الرابعة وعند رؤيتك لأوكراني تمسك بدب سلندرينا، هذا يجعلك تشعر وكأنها تفتقدها، وهو دليل آخر على أنها كانت تحبها وتهتم بها. وبعد ذلك يظهر شبح سلندرينا خلفها، لكن تستطيع ملاحظة أن أوكراني لا تفعل أي شيء أو أنها لا تظهر أي ردة فعل على ظهورها، مما يدل على شيئين. الأول هو أن أوكراني لا تستطيع رؤيتها، أو أن أوكراني اعتادت على رؤيتها كثيرا لدرجة أن الأمر أصبح شيئا طبيعي. عندها ننتقل للجزء الثاني لهذه اللعبة، حيث يستيقظ ضحية أخرى في الغرفة داخل البيت. لكن هذه المرة نرى أن أوكراني معها شخص آخر يدعى الجد أو جراندبا، وكلاهما يقومان بعمل نفس الجرائم وتعذيب ضحاياه، وملأ البيت بالألغاز حتى تقوم بحلها في محاولة منك للبقاء على قيد الحياة والهروب من هذا المكان. وشيء آخر تستطيع ملاحظته هو أن أوكراني تقوم بتغيير بيتها في كل مرة يتمكن منها الشخصية الرئيسية في الهرب من البيت خاصتها. وفي هذا البيت أيضا تستطيع إيجاد كائن غريب محبوس في قفص صغير يشبه العنكبوت. وفي أحد اللقطات في هذا الجزء تستطيع رؤية أوكراني تقوم بإطعامه اللحوم، مما قد يدل على أنها لحوم الضحايا التي كانت تقوم بالقضاء عليهم. بعد ذلك نعرف أن هذا الطفل هو طفل سلندرينا، لكن ما لا نعرفه حتى الآن هو كيف تحول إلى هذا الشكل المرعب. هل ولد على هذا الشكل أم أن هناك تفاصيل أخرى تفسر شكله الغريب؟ لكن إذا حاولت إيذائه بأي طريقة في الجزء الثاني، سيظهر شبح سلندرينا بشكل سريع فوق رأسك وعيونها حمراء مشعة. وإذا لعبت الجزء الثاني من هذه اللعبة فأنت بالتأكيد تعرف ذلك الأخطبوط العملاق بالقرب من القارب، وسبب وجوده هنا هو ببساطة منع السجناء في البيت من الوصول إلى القارب واستخدامه للهرب من المكان. لكن المهم هنا وهو موضوع هذا الفيديو هو شرح النهايات، حيث أن الجزء الثاني من هذه اللعبة يحتوي على ثلاث نهايات مختلفة. أول نهايتين يظهر فيها جراندبا وأوكراني على الباب مستعدين جدا وكأن هناك شيئا سيحصل بعد أن استطعت الهروب منهم. فلا تنسى أنه في الجزء الثاني تستطيع إيجاد قارب وطائرة هليكوبتر تعملان بشكل جيد، مما يدل على أن أوكراني قامت بالسيطرة على هذا البيت وأخذه من عائلة غنية كانت تسكنه قبل أن تأتي أوكراني، حيث قامت بالقضاء عليهم وتجهيز هذا البيت لكي يصبح مكانا جيدا لحبس ضحاياها فيه دون أن تقلق من أي شيء آخر. في النهاية الثالثة تستطيع رؤية أوكراني تقود سيارة جديدة، مما يذكرنا بكيفية إمساكها بضحاياها، حيث أنك تستطيع إيجاد رسالة في الجزء الأول كتبها أحد الأشخاص، قال فيها أنه كان يقود سيارته في الليل واستيقظ بشكل مفاجئ في ذلك البيت الغريب، حيث أن أوكراني تقوم بصيد ضحاياها الذين يقودون سياراتهم في الليل، وكأنها تقوم
تقوم بوضع فخ معين يؤدي إلى تعطل السيارة، ومن ثم تقوم بضربهم بالعصا الخاصة بها وتسحبهم إلى ذلك البيت. أما في الجزء الثالث من أجراني يحدث شيء مختلف عن الأجزاء السابقة، حيث تقوم أنت بالدخول إلى البيت وتستطيع ملاحظة الكاميرا على الباب، وفور دخولك إلى البيت يتم رفع الجسر الذي يربط مدخل الباب بالبيت، مما يعني أنه لا يمكنك العودة بعد ذلك. تتجاهل كل هذا وتكمل طريقك للدخول إلى البيت، وبشكل مفاجئ وعندما تنظر خلفك ترى جراند باي يحمل سلاحا في يده ويقوم بإطلاق النار عليك. وبعد مدة قصيرة تستيقظ داخل زنزانة صغيرة في مكان تحت الأرض، وفي ذلك المكان ترى هيكلا عظمي، وهو بالتأكيد لأحد الضحايا الذي حاول جاهدا الهرب والنجاة من هذا المكان، لكنه لم ينجح في فعل ذلك، مما يجعلك تفكر في كمية الشر التي سيطرت على هذه العائلة أو جراني على الأقل، وجعلها تقوم بحبس الناس في زنزانة قامت ببنائها بشكل دقيق حتى لا يتمكن أحد من الهرب منها بسهولة، وكأنها تستمتع بفعل ذلك حيث أصبحت هوايتها المفضلة. في الجزء الثالث من جراني يقوم شبح سلندرينا بملاحقتك بشكل مستمر ومرعب جدا، وإذا لعبت هذا الجزء فأنت تعرف كمية الخوف الحقيقي نتيجة هذا، لكن إذا تمكنت من إعادة الدب إلى السرير في الوقت المناسب ستتوقف عن اللحاق بك والظهور بشكل مفاجئ. في الجزء الثالث من لعبة جراني هناك الكثير من النهايات المختلفة التي تعتمد على طريقة هروبك من البيت أو حتى إذا كنت ستنجو أم لا، لكن هناك نهايتان مهمتان جدا قد تخبرنا شيئا عن القصة بشكل عام. في أحد النهايات وعندما تنجح في الهرب من البيت بنجاح تستطيع رؤية جراند با وجراني يقفان أمام البيت في حيرة كبيرة من أمرهم. عندها يظهر شبح سلندرينا خلفهم وتستطيع ملاحظة أنهم ينظرون يمينا ويسارا وكأنهم لا يعرفون ما الذي سيفعلانه بعد هروبك، لكن طبقا للأجزاء السابقة نستطيع معرفة أنهم يفكرون في الانتقال إلى بيت جديد بعيدا عن هذا المكان خوفا من أن تقوم بالتبليغ عنهم بعد أن استطعت الهروب منهم والبقاء على قيد الحياة. لكن النهاية الأخرى والتي تفشل فيها في الهرب من هذه العائلة تكون موجودا في السيارة، وتأتي جراني إليك وبعد ذلك تنظر إلى جراند با قبل أن تقوم بوضع متفجرات خطيرة في السيارة التي تكون فيها. لكن الغريب في الأمر وبعد أن تقوم جراني بإشعال الديناميت تستطيع ملاحظة أنهم لا يبتعدوا عن المكان، هل لأنهم لديهم قوى خارقة ولا يموتون من أشياء عادية مثل هذه، أم أنهم يحاولون القضاء على أنفسهم؟ ما هي الحقيقة وراء ذلك والشيء الذي دفعهم إلى عدم الابتعاد عنك؟ إذا كانت لديك أي نظرية عن هذه اللحظة شاركنا في التعليقات الآن. أما بالنسبة للنهايات الأخرى فليس هناك أهمية تذكر بالنسبة للقصة، فعلى سبيل المثال هناك نهاية تعلق فيها على سقف البيت ولا يمكنك فعل أي شيء، ويقوم جراند با بإطلاق النار عليك وتسقط بعدها في فم التمساح الذي ينتظرك في الأسفل، أو تلك النهاية التي يقومون فيها بضربك من خلال القطار حيث يقومون بربطك حتى لا تتحرك، وإذا نجحت في إيجاد القطعة المناسبة تستطيع تشغيل هذا القطار واستخدامه للهرب من البيت بشكل سريع. إذا ما رأيك في هذه النظرية؟ وهل لديك نظريات أخرى تفسر هذه النهايات؟ شاركنا في التعليقات الآن لأنني أقوم بقراءة جميع تعليقاتكم ونظرياتكم. شكرا لكم ورحمة الله.